السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قالت المواقع العالمية والعربية بعد هزيمة المنتخب الجزائري أمام موريتانيا والإقصاء. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن أقصي المنتخب الوطني الجزائري وهذا من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة أمام منتخب موريتانيا. والآن بدون إطالة لنعرض عليكم ماذا قالت المواقع العالمية والعربية. حلم المرابطين يكتمل وصدمة كبيرة للمحاربين. الجزائر تودع أمم إفريقيا من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة تاريخية أمام موريتانيا التي تأهلت للدور المقبل للمرة الأولى في تاريخها. ودعا بلا أي فوز للجزائر وصدارة أنغوليا وتأهل تاريخي لموريتانيا. منتخب الجزائر يودع كأس إفريقيا من دور المجموعات. خيبة أمل كبيرة وانتهت الصلاحية.